خشية من هجوم إيراني قد يلحق بالبنية التحتية للاتصالات. وزراء الحكومة الإسرائيلية يحصلون على هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية حسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت. جهاز الأمن العام الإسرائيلي أصدر تعليمات أمنية وصفت بغير العادية تخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، وذلك على خلفية التحضير لرد إيراني. من ضمنها فرض تقييدات على الحضور الجماهيري لنتنياهو وضرورة موافقة جهاز الأمن الداخلي على أي تحرك، فيما تستمر حالة التأهب في إسرائيل استعداداً للرد الإيراني المحتمل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي قتل إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.